السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، بدنا نعمل تخطي لحساب اي كلاود لجهاز ايفون 7 زي ما طلبتوا مني، بدون اخطاء، بدون ما اظهر في الفيديو، انه عشان تكون الشاشة كاملة ويكون كل شيء واضح. يا ريت في البداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا اغلب الناس بتواجهها مشكله انه في حاله الكونكت بعطيه انه فيل، فاحنا بدنا نعمل فيديو لحل هاي المشكله، مع اني شرحته في البث المباشر في هذا الفيديو، بس يبدو انه مش الكل حضره، فراح نعيده زي ما طلبته مني كمان مره. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين التليفون نوت اكتف، ان شاء الله انه يكون هيك التصوير واضح. تليفون نوت اكتف زي ما انتم شايفين مسكر. مباشرة بدون اي مقدمات بنفوت على الاداة روم اف دبليو. نفتح الاداة، الجهاز زي ما انتم شايفين هيك مسكر نوت اكتف، الاي كلاود تاعه مسكر. نفتح الاداة، شرحنا في فيديو خاص طريقة تسجيل الدخول، شرحنا الأداة في فيديو واشتغلنا عليها ثلاث فيديوهات. مجرد ما فتحت عندي الواجهة بتوجه لآيفون وبروح على Open RAM Disk. في عندك خيار هون آيفون باي باس، في ام دي ام. الام دي ام لسه مش شغال، الباي باس شغال. بنفتح الأداة مباشرة، فتحت معنا بالشكل هذا. بنخلي الجهاز شغال، جهاز شغال بالطريقة هاي، وبنعمل تشيك ديفايس. ليش؟ عشان يقرا الجهاز. زي ما شفتوا تحت اعطاني ايفون 7 سي دي ام اي، اعطاني انه هيو شاف. بختار مباشره هذا الخيار كرييت اكتيفيشن اي او اس، وبضغط عليها وبضغط اول خيار وبنتظر لغايه ما يعطيني انه اوكي. هون اعطاني انه باور ديفيو مود، هسا انه ادخل الجهاز بوضع الديفيو مود. هسا كل الناس بتصير عندها مشكله في وضع الديفيو مود انه بيعمل عندهم فيل. ليش؟ لاني انا حكيت خلال البث المباشر انه لازم اول شيء تدخله بوضع الريكفري، بعدها تدخله من الريكفري لوضع الديفيو مود. كيف؟ كالتالي، راح نضغط الباور، او اذا كنا على اداه ريو تولز نقدر نستخدمها ونفوت هنا انتر ريكفري مود. خلينا نصغر الشاشة، هي الخيار ريكفري مود، بس بضغط عليه وبعطيه انتر ريكفري مود فقط لا غير. هيك الجهاز دخل في وضع الريكفري مود زي ما انتم شايفين. هي الخطوة الاولى عملناها، هلا ريو تولز ما له داعي. نرجع لا شغلنا على الاداء. هلا كيف بدي ادخل في وضع الريكفري الديفيو مود؟ بدي اضغط باور مع خفض الصوت واضل ضاغط بعد ما يطفي الجهاز. مجرد ما طفت الشاشه بعد 1 2 بشيل ايدي عن الباور، بضل ضاغط خفض الصوت، بدخل معي بوضع الديفيو مود زي ما انتم شايفين 1 2 3. مجرد ما تطفي الشاشه 1 2 بشيل ايدي عن الباور، بضل ضاغط خفض الصوت فقط لا غير. هيك الجهاز دخل معي بوضع الديفيو مود. هيك ما راح يعمل ريست زي ما انتم شايفين هون، الجهاز في وضع الديفيو مود. هلا الخطوه اللي بعديها راح ارد اعمل تشيك ديفايس كمان مره. هيك قرأ الجهاز، لازم يشتغل عندي الخيار هذا بعد ما يخلص قراءة. ننتظر شوي بس لا يشتغل الخيار اللي هو. أعطاني ريكونكت، بشيل السلك وبرجع بشبكه
كمان مرة وبعمل له اوكي بس. تمام، هاي اشتغل عندي الخيار، بضغط الخيار وبضغط اول خيار اللي هو من 12 ل 15، لانه الاصدار اللي على التليفون 15.7.9. هون بيعمل بريبيرنج نيسيسري فايل، بشوف الملفات الضروريه، بنزلها من السيرفر عشان يرجع ينزلها. هي عمل فك ضغط لها الان، وهلا المفروض انه يشتغل، بلش يفك. انا في العمليه هاي ما بعمل شيء بالتليفون، فقط بنتظر ليكمل العمليه. زي ما انتم شايفين بلش العمليه الاولى، الثانيه، هاي برضو هيك، الثالثه، وهيك الرابعه، بدون ما تعمل اي شيء ثاني، لا شيء زياده ولا نقصان. هاي الخامسه والسادسه زي ما شايفين تليفون بلش يعطي على الشاشه، انا ما بعمل شيء، بتركه لحاله لغايه ما يكمل العمليه بشكل كامل. مجرد ما يخلص هاي العمليه، كبر الشاشه هيك تشوفوا ايش اللي بصير. زي ما شفتوا هنا، شفتوا عمل جيل بريك كامل، واعطانا هنا انه خلص، نعطيه اوكي. واخر خطوه اللي هي بعمل الخيار هذا الموجود هون، هلو اكتف اي او اس، فقط لا غير. زي ما شايفين على الشاشه راح يبلش ينزل من هنا ملفات، بلش الاكتيفيشن، وعلى الشاشه هيو بعد، هي زي ما انتم شايفين بلش التليفون ينزل عليه روابط، هي بلش يعطي. هذا الفيديو عملته عشانكم طلبتوا مني اعمل الخطوه بدون، يعني عشان كنت حاط صورتي بالشاشه، فالكل اعترض انه بدنا الشاشه كامله. هلا هنا دخل بوضع الريكفري، بعمل له اكزيت ريكفري مود عشان يطلع من وضع الريكفري، والجهاز هنا زي ما شايفين ديفايس سكسسفولي اكتيفيت. انا هيك خلصت، لم يبقى اي شيء. هلا الجهاز المفروض يشتغل معي 100%. خلينا نشوف. بدون مونتاج، بدون ابصر ايش، هي كل اللي طلبتوه مني. هاي زي ما انتم شفتوا اصلا طلع انه اكتف على هاي تريو تولز، اعطاني اكتف يس. هاي زي ما انتم شايفين هاي اعطى اكتف يس. خلينا هنا هذا الجهاز زي ما حكيت لكم ما في كبسه هون اللي انا بجرب عليه. هاي بنفوت على السيتنج زي ما انتم شايفين الجهاز اشتغل 100%. نرجع كمان، هاي هيك الايفون، هاي الاي كلاود مش موجود، بدي بس اشغل كبسة ال نعمل لها اون عشان اشغل هاي الكبسة. زي ما انتم شايفين الجهاز اشتغل الامور تمام، بلش في واي فاي بس عشان ياخذ البرامج هاي يعمل لها ابديت والامور طيبة. ان شاء الله يكون عجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة، قناة مختصة بالبرامج المجانية فقط. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.